والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. محمد عبد الله معه أخبار الاقتصاد والأعمال، إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا هبة، ومشاهدينا تتابعونا جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. تفقد وزير البترول طارق الملا مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط. وبدأ الملا جولته التفقدية بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجيت التي أقيمت على مساحة 20,000 متر مربع. وأوضح الملا أن إقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية. انطلقت فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جلسته الرابعة تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. وناقش المنتدى أهمية السياسات اللازمة للمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة على عدد من الأصعدة بما يشمل البيئة التشريعية والتنظيمية وسياسات التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال والنفاذ للتمويل. ويأتي ذلك في ضوء التقديرات الدولية التي تفيد بأن زيادة مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى المستويات المماثلة للذكور من شأن تحقيق الاقتصاد المصري لمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي. شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية المنعقد في العاصمة وارسو بتنسيق السفارة المصرية في بولندا ومكتب التمثيل التجاري وبحضور شركات بولندية عاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم واستكمالا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجياتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفض توقعات نقص أو تقلص بوسط زيادات الإمدادات الموسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك بلس، وما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال التخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 8% لتصل إلى 76 دولارا و56 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليسجل 72 دولارا و47 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 88% لتصل إلى $2.37 سنتا للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتصل إلى $2.36 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت البورصات الخليجية منخفضة مقتفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية نصف نقطة مئوية مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط جميع أسهم المؤسسات المالية. كما أغلق المؤشر في بورصة دبي منخفضا نصف نقطة مئوية، بينما هبط مؤشر بورصة أبو ظبي 0.4% في حين انخفضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3%. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وأميرة. شكرا لك محمد.